بما ان معانا عين المخرج القويه دي، خلينا نقول ان المخرج محمد العدل، طبعا ماندو زي ما بيتقالوا على طول، محمد العدل قدر ينتصر بالدراما وبالكاميرا للمراه المصريه. المخرج محمد العدل معايا على التليفون. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اولا خلينا نحييك على هذا المسلسل الرائع اللي قدرت بجد. مسلسل صعب، انت بتتعامل مع محكمة الأسرة، بتتعامل مع قضايا، بتتعامل مع مادة درامية فيها شوية من الجفاء، لكن ازاي قدرت تعدي كل ده ونصل الى هذا النجاح ويتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية؟ يعني اشكر حضرتك طبعا على الكلام اللي حضرتك بتقوليه في حقي وفي حق المسلسل. يعني الحمد لله احنا حاولنا نعمل حاجة حقيقية، نعمل مسلسل من قلب الواقع المصري، من قلب حاجة حقيقية بتحصل دايما بقضايا المرأة ومشاكلها مع القانون. والحمد لله احنا اجتهدنا قدر الإمكان ونزلنا صورنا في الأماكن الحقيقية وحاولنا نعبر قدر الإمكان بالتفاصيل الحقيقية بتاعت الشخصيات والأماكن عشان توصل للناس يعني، وتوفقنا الحمد لله. اختيار شريف سلامة، لأنه شريف سلامة كان غايب شوية عن المشهد، فأنا بعتبر أن ده من الذكاء أن أنت تجيب كمان، يعني ما كناش متوقعين وجود الكيمياء الكبيره بين شريف سلامه وممثل كبير وهايل مع نيلي كريم. والله شريف انا بشوفه ممثل شاطر جدا وعمل ادوار قبل كده في اعمال كتير كويسه، يمكن مش واخد حقه شويه، مش صحيح. واخد اهتمام اعلامي او مش واخد صحيح. اهتمام ادبي شويه ونقدي من عند الناس صحيح. لكن الحقيقه انا بشوفه انه ممثل كبير وهو محتاج فرصه ومحتاج حد بس يبقى مصدق في امكانياته يعني صحيح. فانا كنت حاسس انه يليق جدا على الدور وان اقدر اطلع منه الصوره اللي احنا في الاخر اتفرجنا عليها دي. وهو الحقيقه انا بشكره لان هو اجتهد اجتهاد غير طبيعي، يعني الراجل كان بيذاكر لحد اخر لحظه ومش والمسلسل كان بيتعرض واحنا كنا لسه بنصور، وهو شايف انه ناجح ما كانش بيكسل، كان بيجتهد اكتر عشان يحاول يوصل اكتر ان الناس تبقى مبسوطه بيه. فانا بحييه شريف ومبسوط جدا لنجاحه حقيقي، ان شاء الله هينورنا هنا في التاسعه. هو الحقيقه كان مبدع. انا كمان عايزه احييك ان انت قدمت لنا ايه زي نقدر نقول دراما قصيره، يعني قصص كده قصيره اللي هي قبل التتر، ودي كانت مفيده لان هي عرفتنا طريقة جديدة وعرفتنا حياة نيلي كريم أو فاتن عاملة إزاي، يعني هي ليه قررت تاخد الموقف ده بالظبط. لان احنا اصلا بنفتح المسلسل في اول مشهد ان الست دي بتتطلق، فانت ملحق احنا كجمهور ما كناش لحقنا نشوف هي ليه فاتن دي عايز تتطلق وليه مشيت الرحله دي انها عايز ترفع قضيه عشان تغير القانون. كان طبيعي ان احنا نحاول نشوف مكان تاني، يعني زمن تاني نتفرج منه على علاقتها بسيف وايه اللي حصل في حياتها يعني. فاختيار فكره الافانتيتر دي او المشهد القصير ده كل يوم ده فكره المؤلف، فكره الاستاذ ابراهيم عيسى. واحنا عملناها الحمد لله بشكل كويس يعني قدرنا نوصلها يعني. اكيد كان في مناظرات كمان بتحصل سواء في المحكمه، يعني 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 المشهد اللي لسه كنا بنتكلم عليه وهي بتقول لهم انتم مش شايفيني، ده من المشاهد المهمه جدا لان ده كان في صلب مساله القانون انه ما حدش بيسمعها. بالظبط بالظبط. هو عموما يعني قبل توجيهات السيد الرئيس من يومين بان بنبتدي نشتغل على قانون احوال شخصيه جديد، طبعا بشكره وبشكر شركاء الاستجابه وحاسس بفخر كبير انه ممكن يبقى المسلسل له دور في حاجه زي كده ولو بشكل بسيط، فده حاجه تسعدنا وتشرفنا كلنا. هل كنت متوقع يعني انتصار الدراما لقانون الاحوال الشخصيه وايضا اهتمام السيد الرئيس بالتعليق على المسلسل، وايضا هو كمان سند، يعني هو كمان طالب الازهر الشريف والبرلمان ان هم يبداوا يراجعوا قانون الاحوال الشخصيه؟ الحقيقه هو موقف عظيم جدا من السيد رئيس الجمهوريه لانه في الاخر احنا المسلسل خلص من 7 ايام عرض، فدي سرعه استجابه كبيره وحاجه تسعدنا جدا انه الفن يبقى له دور في تغيير واقع الناس وفي التاثير في حياتهم، ولو نقدر نحسن من واقع حياه الناس يبقى شيء ظريف جدا. فبنشكره طبعا بشكل كبير وسعيد جدا ان قدرت اعمل حاجه ولو بسيطه تحسن وضع الناس يعني. ايه اكتر حاجه كنت خايف منها في المسلسل؟ يعني المسلسل سهل وصعب، يعني ايه اكتر حاجه كنت خايف منها؟ كنت خايف من فكره ان قضايا المراه في مشاكل الستات مع قوانين الاحوال الشخصيه دي والطلاق والحضانه والنفقه دي حاجه كومن جدا، حاجه موجوده في البيوت تقريبا اغلب البيوت المصريه عندها المشاكل دي صحيح. التفاصيل بتاعه القضايا والتفاصيل بتاعه الشخصيات اللي خارجه من الطبقه المتوسطه اللي زي فاتن واللي زي سيف، لو تفاصيل حياتهم وطريقه كلامهم ومشيهم وشكل بيوتهم
والحاجات اللي هم بيعملوها مش شبه الناس. المسلسل زي ما حضرتك قلتي كده هو سهل وصعب، لكن في الاخر الناس مش هتصدقه. طبعا من طبيعي ان انا احاول انزل اجتهد جدا ان التفاصيل تبقى حقيقيه، وان انا اصر مثلا ان احنا نصور في الاماكن الحقيقيه، مش عندنا ديكورات، شقق حقيقيه واماكن حقيقيه وشوارع بجد وكل حاجه بجد، فده اصعب بكتير. بس محاوله مني ان انا احاول اوصل المسلسل ان الناس تصدقه وتحس ان ده واقعهم. كانت اكتر حاجه بتسعدني لما اقابل ناس او اشوف ناس بتكتب على السوشيال ميديا انا فاتن، احنا حكايتنا زي فاتن، احنا حصل لي الموقف ده، انا حصل لي كذا، ده كان بيسعدني قوي، يعني بحس ان فعلا قادر انقل الواقع الحقيقي للناس دي، وده دوري يعني. أكيد. كمان يحسب طبعا للكاتب الأستاذ إبراهيم عيسى الكتابة والتنوع وتناول الدين طبعًا. كمان كان في كمان لفتة لطيفة إن إحنا ما شفناش فاتن بكل مشاكلها، ما ظهرتش كئيبة، يعني كانت لطيفة بتلعب ولادها رياضة، قصة الحيوانات، وجود صوت وردة في الخلفية في الغنى، يعني كان في بعض الحاجات خليت العمل إنساني يعني، ودي إضافة أيضا من عين المخرج. طبعا طبعا، اضافه كمان من المؤلف، واحنا كنا عاملين شخصيه انها ست قويه في عز حتى المحن وفي عز الصعوبه، بتحاول تبقى بتدي عطاء لاولادها، بتحاول تبتسم في وشهم، بتحاول تقول لهم هننجح هنوصل، فهي ست قويه. بتتعرض لازمات رهيبه جدا، بيتعرض لها ستات كتير جدا في المجتمع العربي عموما، لكن في الاخر هي ست صلبه يعني، وقدرت توصل لحقها في الاخر، وده المهم اللي احنا عايزين نوصله، انه تقدر كمان توصل في الاخر للحاجه اللي تستحقها يعني. اختيار الاسم عموما. اختيار الاسم طبعا، لان معايا الخبيره القانونيه فاتن عريف، انت عارف كل الستات دلوقتي اللي عندها قويه هيبقى اسمها فاتن. اختيار الاسم كان استاذ ابراهيم ولا كان بالمشاركه؟ فاتن امل حربي. استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم. ما كنتش مستغرب الاسم ده؟ لا، هو طبعا وقع على الودن في الاول، تحس ان في حاجه يعني مش طبيعيه كده يعني، طبعا امل ده اب ولا امل ده امل، يبقى امل فاتن حربي مش فاتن امل حربي. لكن الحقيقه لما اتناقشت معاه او فهمت هو عايز يقول ايه، فلقيت انه اسمه معبر جدا، ومع الوقت ابتديت اخد عليه، ابتديت احبه. اكيد. طبعا كلنا حبيناه. المخرج محمد العدل، انا بشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك، ودايما يبقى عندنا مخرجين لهم العين الفنيه وعين الوعي في ان هم يقدموا للناس حاجه بجد تقدر تساعدهم في الحياه. بشكرك شكرا جزيلا المخرج محمد عدل.